من فلوريدا ينضم إلينا العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب، ومن ولاية آيوا العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي دكتور نعمان أبو عيسى. مرحبا بكم ضيفي الكريمان. سأبدأ معك أستاذ توم. يعني ترامب يتحدث كثيرا عن احتمال تزوير، حتى لو تمت عملية تزوير، يعني كم سيشكل هذا العدد المزور من أصل ربما 200 مليون أمريكي قد يصوتون في هذه الانتخابات من أصل 240 مليون؟ أولا مرحبا لك والضيف الكريم وللمشاهدين. هلا ما أنت قلت إذا حصل تزوير وأنه كم سيشكل، هذا سؤال مهم. هلا إذا في فرق كبير بين نتائج الانتخابات بالولاية، لأن احنا بنروح ولاية بولاية، عملية التزوير ربما لم تؤثر كثيرا، ولكن إذا الفرق بين 5000 10000 20000 صوت ربما التزوير يؤثر. وشفنا أنه نحن بعدة ولايات، إن كان بفرجينيا كانوا حاسبين أكثر من 15000 صوت مزور للاجئين غير قانونيين بالولايات المتحدة وصوتوا، والمحكمة الصغرى محكمة الولاية سمحت لهم أنه ينعدوا هذه الأصوات، مما اضطر حاكم الولاية أن يأخذها للمحكمة العليا، ومحكمة العليا ألغيت هذه الأصوات. هلأ بعدة محلات عم بيصفي تزوير، قديش الكمية بعد ما بنعرف، ولكن متأمل أنه يكون هالتزوير خفيف ويعاقبون من سيزورون، ونتأمل بنتيجة أفضل بنهاية المطاف. طيب دكتور نعمان، أي المرشحين أكثر قدرة وإمكانية على معالجة القضايا التفصيلية؟ نتحدث عن موضوعات مهمة بالنسبة للناخب الأمريكي، تخفيف عبء ديون الطلاب خاصة بعد قرارات المحكمة الأخيرة والتي عطلت جزءا من مبادرة الرئيس الحالي بايدن. أي المرشحين أقرب عمليا إلى النجاح في هذه الأمور؟ يعني تحياتي في البداية. نعم، من المعلوم أن الحزب الديمقراطي هو أقرب للشريحة الشعبية في المجتمع الأمريكي، فهو الحزب الذي يدافع عن الطلاب ويدافع عن الطبقة الوسطى ويدافع عن الطبقة الفقيرة. هذا معروف في تاريخ الحزب الديمقراطي، الذي يريد أن يقلل الضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل في أمريكا، ويزيد الضرائب على الأغنياء في أمريكا كدونالد ترامب الذي لا يدفع ضرائب نهائياً. فإن هذا هو مبادئ الحزب الديمقراطي، وحاول الرئيس بايدن أن يزيل بعض الديون للطلاب كما هو يجري في أوروبا، فالطلاب الأوروبيين لا يدفعون القسط، إنما هنا في أمريكا يدفعون مئات الألافات من الدولارات ليتخرجوا من الجامعة، وهؤلاء الأشخاص هم الذين سيخدمون المجتمع ويعانون من في مهنهم بسبب هذه تقل الديون عليهم. يعني ما تواخذني أستاذ دكتور نعمان، يبدو الكلام كأنه كليشيه، لأنه ترامب فعليا وبالأرقام غادر البيت الأبيض ب 2020 نسبة تضخم أقل، فرص عمل أكبر للأمريكيين، وخصوصا الأمريكيين من أصل أفريقي الذين تراهن عليهم اليوم هاريس. نعم، إن القوانين، أنا أتكلم عن القوانين في أمريكا التي تسمح بتقليل الضرائب عن الفقراء والطبقة العاملة في أمريكا. الاقتصاد الأمريكي طبعا وصل إلى ذروته في العقود الماضية، عندما كان الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الوحيد في العالم، وكانت الدولة القطب الواحد في العالم. أما الآن فيوجد هناك أقطاب متعددة في العالم، وبشكل واضح الصين تنافس أمريكا، وعلى الأمريكان أن يغيروا يعني طريقتهم ليكونوا مستعدين إلى هذا التنافس مع الصين. فإن نسبة البطالة في عهد بايدن هي من أقل النسب في تاريخ أمريكا، حوالي أقل من 4%، وهذا عدد مقبول جدا للمجتمع الأمريكي. ألم تتسبب فترة حكم بايدن دكتور نعمان في رفع يعني سقف الدين الوطني؟ نعم، تزداد الدين الوطني في زمن جمهوري وزمن ديمقراطي، ولا يوجد هناك الفرق الكبير بين الطرفين. لكن لماذا لا يخاف الناخب من أزمة مالية كبرى بوجود جمهوري في البيت الأبيض برأيك؟ يعني الجمهوريين يتبجحون أنهم قادرين على جلب الصناعة، وأن الرئيس السابق دونالد ترامب سيضع الضرائب الجمركية على البضاعات الصينية والبضاعات الداخلة إلى أمريكا، ولكن الحزب الديمقراطي يعلم جيدا أن هذا سيزيد أسعار السلع في أمريكا، ويريد التركيز على
التكنولوجيا العاليه والاي اي والامور التي تهم مستقبل امريكا. امريكا لن ترجع الى منافسه في السلع العاديه، يعني وحتى السيارات منها، لانها قد خسرت بعض هذه الصناعات، والان تركز على الصناعات المستقبليه كصناعه الشيبس وصناعات الالكترونيه، وهذا هو الهدف الحزب الديمقراطي في المرحله القادمه. ما رايك استاذ توم بهذا الكلام؟ يعني هذا كله كليشيه عم بيقولوه. الواقع انه بالنتيجه بعد عهد الرئيس ترامب راينا عهدين، عهد الرئيس ترامب وعهد الرئيسه من بايدن هاريس، وشفنا التضخم المالي وصل للسلع على 4 سنوات بحدود 30-35%، معناتها فشل عمل اداري بالولايات المتحده، وشفنا البطاله يعني اخر هذا الشهر، يعني كانوا مستنظرين 170 الف وظيفه طلع بس 12 الف وظيفه، وطلعوا 12 الف وظيفه للدوله فقط، موظفين دولي اخذتهم الدوله، فهنالك مشكله اساسيه كمان بمجيء المهاجرين الغير قانونيين. ولكن بالولايات المتحده انتم تكلمتوا بالتقرير منذ قليل عن الحزام الصداع، حزام الصداع يعني محل ما كانوا الشركات يصنعوا وذهبوا إلى الصين. بقى هلأ إذا بدهم الديمقراطيين أنه جميع الشركات تذهب إلى الصين فلتكن، يعني يقولوها للشعب، ولكن يجب حفظ الوظائف هون بالولايات المتحدة والصناعة بالولايات المتحدة، مش كل العالم خريجي جامعات. فلذلك الأمر أنه يروحوا يعطوا الديمقراط اليوم هبة للطلاب الجامعات اللي عليهم ديون، والشخص اللي راح على الجامعة راح بيشتغل حداد، كهربجي، سنجري، شو ما كان بيشتغل، هذا بده يدفع ضريبة تيدفع عن هناك، هذا غير عدل. بقى إذا في عدل اليوم يجب أنه طلاب الجامعات وخاصة اللي بيروحوا بياخدوا شهادات ما إلها قيمة، في كتير بياخدوا شهادات بالجامعات الأمريكية بتنكب بالزبالة وما بيشتغلوا فيها، وهذه مشكلة أساسية بأمريكا. الطلاب اللي بيروحوا على اختصاصات بتنفع هاودي ما عنده مشكلة بدفع الديون التراكم عليهم بالجامعات، وهذا شيء أساسي بالمجتمع الأمريكي. وإنما اليوم الشعب الأمريكي متخوف من إدارة من هارس إذا أتت، لأنه قالت انتخبوني اليوم بالبيان الختامي لها، انتخبوني لأنه أنا سأأتي بالتغيير. ما التغيير ما أنت بالحكومة، ما أنت اليوم نائبة الرئيس، سلموك الحدود مع المكسيك في بطن 12 مليون شخص، عبء على المدارس، عبء على الطبابي، عبء على المجتمعات الأمريكية بطريقة غير قانونية، السجون اللي فلتوهم بفنزويلا وبعدة بلدان بأمريكا اللاتينية صاروا يرتكبوا هودي أجرام بالمدن بالولايات المتحدة، قتلوا أشخاص كثير، اغتصبوا نساء، عملوا إجرامات كثيرة، هذه مشاكل. فلذلك الأمر اليوم إذا لاحظنا عن الانتخبوا قبل الانتخبوا بالانتخابات المبكرة، دائما تاريخيا كانوا الديمقراطيين سابقين الجمهوريين. اليوم من 7 الولايات المتأرجحة عدد الجمهوريين سبقوا عدد الديمقراط باستثناء ولاية بنسلفانيا، وبنسلفانيا تم خرق كثير مهم من الحزب الجمهوري. بقى أنا بتصور النتيجة الليلة ستطلع بكير حوالي الساعة 11-12 بتوقيت واشنطن، بتصور لأنه الناخب ستكون أغلبية هؤلاء الولايات المتأرجحة لمصلحة الرئيس محسومة. ترامب طيب. مبكرة للجلالة. ابقيا معي ضيفاي الكريمان لو سمحتما. مشاهدينا، تظهر الانتخابات الأمريكية حجم التأثير الواسع للحزبين الأكبر في الولايات المتحدة الديمقراطي والجمهوري، وتعكس شكل العلاقة التاريخية المعقدة بين الحزبين منذ السنوات الأولى لنشأة التجربة السياسية في البلاد. حزبان في الولايات المتحدة يهيمنان على النظام السياسي للبلاد، ومن أحدهما وليس من أي حزب آخر جاء جميع رؤساء أمريكا في العصر الحديث، إنهما الحزبان الجمهوري والديمقراطي. الحزب الديمقراطي يتبنى عقيدة ليبرالية أو انفتاحية تتقبل تغيرات جذرية في بنية المجتمع، يدافع بشكل كبير عن الحقوق المدنية كالإجهاض والمثلية وشبكة الضمان الاجتماعي واسعة النطاق واتخاذ تدابير لمعالجة التغير المناخي. أما الحزب الجمهوري فهو الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة، ويعرف أيضا باسم الحزب القديم الكبير، ومن أبرز ما يدعو له منذ زمن بعيد
خفض الضرائب وتقليص حجم الحكومة والحق في حيازة السلاح وتشديد العقوبة على الهجرة والإجهاض. الحملة الرئاسية لانتخابات عام 2024 كانت قد بدأت ب15 مرشحا، 9 جمهوريين و4 ديمقراطيين ومرشحين مستقلين انسحب بعضهم من السباق. يسمي كل من الحزبين الرئيسيين مرشحا واحدا للرئاسة من خلال إجراء سلسلة من الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية على مستوى الولايات. ثمة اختلافات بين الحزبين الأكبر في البلاد، وعملية اختيار المرشح تختلف من ولاية إلى أخرى. كامالا هاريس نائبة الرئيس ذات 60 عاما نالت ثقة الحزب الديمقراطي بعد أن أوقفت ضغوط الديمقراطيين ونصائح المقربين من بايدن مسعاه لولاية ثانية. هاريس هي أول امرأة من أصول آسيوية تتولى منصب نائب الرئيس بعد أن اختارها بايدن لتكون نائبته في انتخابات 2020، وإذا فازت بمنصب الرئاسة ستكون أول سيدة تحمل مفاتيح البيت الأبيض في تاريخ البلاد الممتد حوالي 2.5 قرن من الزمن. هاريس عضو في مجلس الشيوخ، وعملت سابقا مدعية عامة في كاليفورنيا وممثلة للادعاء العام في سان فرانسيسكو. تظهر استطلاعات رأي أن هاريس وتيم والز حاكم ولاية مينيسوتا المرشح معها على منصب نائب الرئيس سيخوضان سباقا محتدما في 7 ولايات متأرجحة من شأنها حسم نتيجة الانتخابات، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وميتشيغان ونيفادا. أما ترامب فقد حصل على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في يوليو الماضي في محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعد خسارة الانتخابات في عام 2020. وإلى جانب هاريس وترامب قطبا الانتخابات الأكبر في البلاد، يسعى إلى نيل ثقة الناخبين كل من تشيس أوليفر عن حزب التحرريين وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر والناشط السياسي والأكاديمي المستقل كورنيل ويست. نعود إلى ضيفينا من فلوريدا، العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب، ومن ولاية آيوا العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي دكتور نعمان أبو عيسى. سؤال واحد لكليكما ضيفي الكريمان، أين سيقف العرب والمسلمون بين هذه الظاهرتين أو بين هاتين الظاهرتين، الترامبية الريغانية ربما وقد تكون متشددة أكثر، أو هذه الأوبامية الديمقراطية التي لم تخدمهم كثيرا كما يقولونهم في بلادهم؟ تفضل دكتور نعمان. نعم، في البداية معظم العرب الأمريكان والمسلمين الأمريكان صوتوا للرئيس الحالي بايدن، وهذا كان واضحا في النسب التصويت للديمقراطيين، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يعني أحدث منع المسلمين من دول من 7 دول مسلمة من الهجرة إلى أمريكا، ويهدد المهاجرين بشكل عام بالترحيل من أمريكا. ولكن في الوضع الحالي وبعد المجازر التي رأيناها في غزة، فإن الكثير من العرب الأمريكان قد هاجروا الحزب الديمقراطي ويريدون معاقبة الحزب الديمقراطي، وإنما يعني يتحولون إلى الأحزاب الثالثة والرابعة، أو بعضهم أيضا قد دعم الرئيس السابق دونالد ترامب. فهذا هي معضلة الحزب الديمقراطي، وأن كامالا هاريس تعمل بشكل جاد للحصول على أصوات هؤلاء العرب، ولكن لحتى هذه اللحظة لم تستطع أن تقنع معظمهم بذلك، فهي ما زالت تعاني. وإن وممكن يكون الصوت العربي والمسلم في أمريكا قد يخسرها بعض الولايات المهمة في أمريكا كولاية ميشيغان. استاذ توم، أوباما طالب الناخبين المسلمين واليهود على حد سواء بانتخاب هاريس إذا كانوا يرغبون بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. ما تأثير وجود هؤلاء الداعمين لهاريس كهيلاري كلينتون وأيضا أوباما؟
أوباما الرئيس أوباما ذهب إلى أقصى اليسار وخاصة في العالم العربي، ذهب إلى إيران عدوة العالم العربي، وذهب إلى الإسلام السياسي في مصر، ورأينا نتائج السياسة الأوبامية والتي تبعها بايدن. ولكن الاتهام اللي دائما ضد الرئيس ترامب بالنسبة أنه منع 6 دول عربية من إسلامية، هو منع 9 دول، 3 منش إسلامية في ذلك الفترة، و6 دول إسلامية هم ما كانش في عندهم وزارات داخلية تنسقوا الأوراق الهجرة ليعطوها للسفارة الأمريكية، وما في سفارات أمريكية ببلدانهم. بقى من يتهم الرئيس ترامب بذلك هو الإسلام السياسي. ولكن أول زيارة قام فيها الرئيس ترامب في ذلك الفترة قام فيها إلى المملكة العربية السعودية، واستقبل إلى هنالك بولي العهد و50 دولة عربية وإسلامية. بقى إذا كان في كره أما عنصرية ما كان راح أول زيارة خارجية على السعودية. أما اليوم بالولايات المتحدة الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين، الجمهوريين يتعايشوا مع النسيج العائلي، الحزب الديمقراطي صار حزب الووك. التغيير الجذري بالجاليات العربية والإسلامية بدأت قبل حرب غزة، بلشوا ينتقلوا من الحزب الديمقراطي للحزب الجمهوري، لأنه الحزب الديمقراطي بده يغير لهم جنس الأولاد، أولادهم بعمر 10 سنين و6 سنين و7 سنين بدون علم الأهل، وهذا صار عندهم مشكلة وعقدة من هذا التغيير الجذري بالحزب الديمقراطي. فلذلك الأمر اليوم بنلاقي من يقود الحزب الجمهوري هن 3 كانوا بالحزب الديمقراطي، دونالد ترامب كان بالحزب الديمقراطي، إيلان ماسك كان بالحزب الديمقراطي، روبرت كندي كان بالحزب الديمقراطي، هلأ انتقلوا كلهم على الحزب الجمهوري. فمعناته في شيء غلط عند الحزب الديمقراطي، فصاروا كلهم اليوم هن العناصر الأساسية بالحزب الجمهوري بالولايات المتحدة. وشفنا تعاطف العرب والمسلمين مع الرئيس ترامب بكذا ولاية، ومنهم خاصة بميشيغان شفنا لجنة أمامز ومشايخ اجوا ودعموا، شفنا عمدة مدينة بميشيغان هو ديمقراطي مسلم من اليمن دعم الرئيس ترامب. فلذلك الأمر هنالك تغيير جذري بالجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة لمصلحة الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس ترامب، ويعتبرون بأنه سيؤمن السلام في العالم العربي، لأنه بايدن كان من بعد ما الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران حاول العودة إلى الاتفاق النووي، كان الرئيس ترامب حط الحوثيين على لائحة الإرهاب، إجا الرئيس بايدن رفعهم عن لائحة الإرهاب. شفنا اليوم الدماء كيف تجري بالعالم العربي كله من إيران والإسلام السياسي المتمثل بحماس وغيرها تيارات موجودة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة. من فلوريدا كان معنا العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي توم حرب، ومن ولاية أيوا العضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي دكتور نعمان أبو عيسى. شكرا جزيلا لكما.